لكن بما ان الموسم لسه ما بداش لسه الاخبار عندنا مش اخبار كثيره بالنسبه لنجومنا اللي ان شاء الله باذن الله السنه دي هيبداوا الاستعداد للموسم الجديد، وهو موسم باذن الله يكون موسم خير على النادي الاهلي وموسم قوي جدا من الانجازات والبطولات واضافه بطولات جديده وكؤوس جديده في دولاب بطولات النادي الاهلي. خلينا نروح لاخبارنا النهارده واخبار لاعبي كرة الطائرة في النادي الأهلي. بينضموا رجال، بينضموا إلى معسكر الكرة الطائرة لمنتخب مصر بقيادة الهولندي جيدو فورمالين، وهو يعني المعسكر ده عشان بطولة التحدي. إن شاء الله المعسكر بيقام في هولندا من 3 إلى 7 يوليو، البطولة دي هتلعب البطولة هتلعب من 3 إلى 7 يوليو بإذن الله في سلوفينيا. المعسكر بيقام الآن، بينضم 7 لاعبين من النادي الأهلي وهم أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام، وحسام يوسف، وأحمد عبد العال، أحمد سعيد، عبد الرحمن سعودي، ومحمد عادل. منتخب هيلعب هيخلص المعسكر يوم الأربعاء بإذن الله وبعده يطير لسلوفينيا، وهي بطولة مهمة جدا وهي كأس التحدي في الكرة الطايرة. ماتشات مهمة وماتشات ودية كثيرة في معسكر هولندا، لأن المعسكر لازم يكون قبل البطولة، وكان ولاعيبة النادي الأهلي بتضيف لي إن شاء الله قوة وإثارة بإذن الله في المنتخبات المصرية. هنسيب منتخب الكرة الطائرة في مصر ونروح لمنتخب كرة السلة سيدات. المدير الفني كابتن إيهاب الألفي، مدير الفني لمنتخب مصر كابتن إيهاب الألفي، يضم 5 لاعبات من النادي الأهلي. 5 لاعبات هم سوريا محمد ومنار إيهاب ونور طلعت هالة مصطفى وجنة مصطفى. 5 من أصل 12 لاعبة، يعني تقريبا نص الفريق من النادي الأهلي. التصفيات دي هتلعب في أوغندا، خلاص هم وصلوا أوغندا الحمد لله بسلامة الله، والتصفيات هتلعب من يوم 26 يونيو إلى 1 يوليو بإذن الله. بكرة إن شاء الله هيكون في الاجتماع الفني ليحدد فيه الماتشات ويحددوا فيه زي والمواعيد وكل حاجة بالنسبة للمنتخبات المشاركة، وهي تصفيات المنطقة الخامسة لكرة السلة سيدات. هنروح لاخر خبر معانا وهي سيدات الاهلي لكره السله واستعدادهم للموسم الجديد بقياده الكابتن علي هاشم المدير الفني لكره السله سيدات باذن الله السنه دي في النادي الاهلي. حدد الميعاد ان هو ان شاء الله هيبدا بعد حوالي 6 ايام من النهارده او 5 ايام في اول يوليو. هيبتدي بادئ بدري لان الموسم بالنسبه للكابتن علي زي ما هو قال الموسم طويل وشاق، عايز يتعرف على نقاط الضعف والقوه في فريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي، ولازم يشوف ويبتدي يخشوا هيبتدي في الجيم ويخشوا التراك وفي نفس الوقت للصاله المغطاه، يعني عنده تجهيزات كثيره وماتشات وديه كثيره، لان الفرق المنافسه السنه دي زادت جدا مع سبورتنج وهليوبلس ونادي سموحه ونادي سموحه عفوا.